انطلاقة جميلة وقوية مع الجواد نجد عبد العزيز أحمد سيد الخياري، محاولات للحاق من ملزوم ولكن نجد في صدارة نجد والفارس عبد العزيز أحمد سعيد الخيارين ملزوم قادم ومحمد كمعان سعيد الخيارين ملزوم أم نجد، نعم ملزوم يخطف الصدارة ويتأهل إلى المركز الأول والثاني ونجد إلى الترتيب الثالث والرابع بانتظار انطلاقة الفريق الثاني. انتظار انطلاقة الفريق الثاني كاسر وكايدو الراس، كاسر وعلي خالد محمد المسلم، كايدو الراس راشد علي محمد الصعاد، كل التوفيق إن شاء الله. انطلاقة جميلة وقوية وصدارة لكايدو الراس، محاولات لكاسر من الجهة الخارجية ومحاولة ولكن الصدارة مع كايدو الراس، كايدو الراس أم كاسر، كاسر في محاولة وكايدو الراس في الصدارة، كايد وأم كاسر، كاسر في محاولة ولكن كايد على المركز الأول والثاني مع ملزوم وكاسر مع إي جي إس نجد على الترتيب الثالث والرابع.